بأشكالهم الغريبة وهيئاتهم العجيبة. هكذا ظهروا وتطايروا في الهواء، ظلال سوداء تشبه الأشباح وأحيانا النسور الضخمة. استمعوا للقرآن فخشعوا وتغيرت هيئاتهم، عرفوا بأنهم أول قوم اهتدى للإسلام من هذا الجنس. نزلت فيهم آيات كريمة تحكي قصتهم العبرة والعظة. ماذا تعرف عن قبيلة نصيبين أقوى عشائر جان؟ وكيف كان لقاؤهم المذهل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكيف رآهم الرسول وأحد أصحابه؟ في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبينما كان يتلى القرآن في كل مكان، استمع مجموعة من الجان إلى صوت القرآن وهو يتلى من النبي محمد في منطقة بطن نخلة في مكة. ويقال وفقا للصحابي ابن مسعود إن عددهم كان 7، فأعجبوا به وذهبوا إلى قومهم وأخبروهم بما سمعوا من جمال تلاوة القرآن الكريم، كما حدثوهم عن الدين الإسلامي وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وطلبوا منهم أن يدخلوا في الإسلام. وينتمي هذا الجان إلى قبيلة جان النصيبين، وهي قبيلة من الجان قيل إنهم عاصروا سيدنا محمد فأطلق عليهم صحابة الرسول من الجان المسلم، ولكنهم بعد إسلامهم أرادوا أن يتعلموا تفاصيل الدين الإسلامي وكيفية العبادة، فطلب الله من سيدنا محمد أن يقابلهم عند جبل في مكة. وفي ذلك اختلف الفقهاء والمؤرخون، فمنهم من قال إن اللقاء كان بمنطقة جبال الحجون، ومنهم من قال إن اللقاء كان بأعلى جبل حراء. ورغم الاختلاف، لكن المتفق عليه أن اللقاء كان في أعالي الجبال، فمن المعروف أن جان يسكنون الجبال العالية والبحار والمناطق الصحراوية والمناطق الخالية من البشر. وعند يوم اللقاء قام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورسم خطاً بينه وبين عبد الله بن مسعود الذي قام بتوصيل الرسول إلى مكان لقائه بهم، وطلب منه الرسول ألا يتعدى هذا الخط الذي رسمه على الأرض خوفاً عليه من الجان، وقال له لو تعديت هذا الخط فلن أراك ولن تراني حتى يوم القيامة. فخاف بن مسعود ووقف في المكان الذي أشار إليه الرسول الكريم، وفجأة رأى ابن مسعود الرسول يمشي إلى مكان اللقاء وحوله ظلام غريب أسود حالك. خاف ابن مسعود على النبي محمد وحاول أن يستمع إلى صوت عصا التي تضرب في الأرض ليطمئن قلبه، وسمع النبي محمد وهو يقول لهم اجلسوا اجلسوا. كان ابن مسعود يشعر بالخوف، فالموقف كان مهيبا، والموجودون كانوا من أقوى قبائل الجان في ذلك الوقت. وخاف ابن مسعود أن يجلس على الأرض فيمسح الخط الذي رسمه له الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويتخطفه الجان ولا يراه أحد إلى يوم القيامة، خوفا من كلام النبي محمد وتحذيره له. فظل واقفا طوال تلك الليلة حتى عودة النبي. ويحكي ابن مسعود أنه رأى رجالا بشرتهم سوداء ويلبسون ثيابا بيضاء ويمشون حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقرعون الدفوف كما تفعل النساء. ورأى أيضا كائنات تشبه النسور تطير وتمشي مع قرع الدفوف. وبينما يراقب بن مسعود إذ به يرى الجان يتطايرون في الهواء وسط اندهاشه من قدراتهم العجيبة، وكانوا حول النبي يستمعون إليه ولما هو محرم من الدين القرآن الكريم وتفسيره، وظلوا يطيرون حتى بقي منهم عدد أقل من 10، فالتصقوا بالأرض ولم يعد يراهم ابن مسعود. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم عندهم يعلمهم الدين وينهاهم عن المنكرات، واستمر يفعل ذلك حتى وقت الفجر. فصلى بهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، وبعد أن انتهى من الصلاة ظل معهم لعل أحدا يسأله عن ما يخص الدين أو تعاليمه. فجاء له رجلان من الجان وسأل النبي عن المتاع، فأمر لهما بالروث والعظم واللحوم طعاما، وأمر لهم بنوع معين من الطعام يسمى البعر لدوابهم. ومن خلال هذا اللقاء عرف البشر أن الجان يأكلون اللحم والعظام وأن له
لهم دواب، الله أعلم بأشكالهم أو هيئتهم، لكنهم يستخدمونهم في حياتهم ويومهم. ظلت تلك الليلة ليلة مهيبة بالنسبة لابن مسعود لما كان فيها. أما هؤلاء الذين قابلوا الرسول محمد من الجان فنشروا الإسلام وسط الجان، وأصبح من الجان من هو مسلم ومن هو كافر. وقد وردت تفاصيل عن ذلك اللقاء في القرآن الكريم. ليبقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر رسول لكل المخلوقات على وجه الأرض، سواء كانوا بشرا أم جانا.